ميقاتي يبدو أنه اتخذ موقفاً الآن بأنه يود أن يترك الساحة للرئيس بري لكي يتولى عمليات المفاوضة باسم لبنان، وهذا مخالف للقواعد الدستورية. فصلا ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فبالتالي هو يترك الأمور للرئيس بري، والرئيس بري ينسق في هذا الأمر بشكل كامل مع حزب الله وبالتالي مع إيران. المسألة الآن التي يواجهها بأن هناك احتمالات أكبر لتوسيع نطاق الحرب، وبالتالي من أجل ربما ضم مناطق إضافية في لبنان لكي تتعرض للقصف